The steps of creating user's table in dictionary. Follow these steps using the following. هنا هو دي الخطوات بتاع creating a table في database dictionary. نحن نعمل جدول لليوزرز وده زي ما اتعلمنا قبل كده في الوحدة اللي قبل كده بعمل قاعدة البيانات ازاي بقى عن طريق تشغيل الاكسام كنترول بانل من قائمة start زي الشكل اللي ايه خدناه قبل كده. بعد كده نمبر 2 احنا نمبر 2 create new page of php type as the following. من فايل هنعمل new وبعدين نضغط على php insert form and in it object as below new users registration. هنعمل ايه اللي هو بندخل الفورم والعليه كل الانواع الاوبجكتس اللي عليه زي مثلا الليبل والبتون والتكست بوكس الموجود قدامي كل الاوبجكتس دي نيو يوزرز ريجستريشن ودي لتسجيل مستخدم جديد ان كل يوزر هيجي هيحط بياناته النيم الباسورد بتاعته الكونفيرم باسورد اند ايه السايت. في عندي دي مجموعة أكواد احنا المفروض بنستعملها وخدناها قبل كده في الترم الأولاني هنتعرف عليها دلوقتي. الكود الأولاني اللي هو PHP include header.php أو اللي هو نمبر 2 ده تضمين الهيدر PHP أو تضمين كود الهيدر PHP. الكود الأولاني اللي هو PHP session underscore start وده للإعلان عن استخدام سيجن داخل صفحة الكود. الكود نمبر 3 عندي اللي مكتوب ده مقصود كود نمبر 3 تضمين صفحة الاتصال بقاعدة البيانات اللي هو ايه الكونكشن.